الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البعض يقول إذا كان هناك بعض الكتب اللي ألفها الشيخ اليعقوبي أو نشرها الشيخ اليعقوبي وفيها مشاكل في منهج البحث العلمي يمكن أن تلاحظها. ذكرناه أكثر من مرة بأنه هذه كلها تقريرات، ومع ذلك الجماعة يصرون على مراجعة بعضها. طبعا هذا كتاب اسمه إرث الزوجة من العقار، بحث فقهي استدلالي مستل من دروس البحث الخارجي. هذا هنا طبعا أمامكم، شوف في صفحة 9، صفحة 8، هذه صفحة 8. هنا كلام قال فلان، قال فلان، تخريجات. هذا التخريج بهذه الطريقة تخريج جيد. هذا التخريج قال فلان تخريج. لما ينتهي التخريج الواجب على الشخص اللي ينقل الكلام شو يسوي؟ ينقل الهامش. هذه يعني هنا مثلا قال الشيخ، كلمة الشيخ في الفقه لما تطلق في الكتب الفقهية الشيعية تنصرف إلى شيخ الطائفة اللي هو الشيخ الطوسي. هنا قال الشيخ قدس ظروف الخلاف، لا ترث المرأة من كذا إلى يعني آخر الكلام. لما انتهى كتب رقم 4، كتب الخلاف، كتاب الشيخ الطوسي. انتقل إلى الصفحة التي تلاها، فيه قال الشيخ الناصب إلى آخره كذا كذا كذا، انتهى هذا الكلام. زين، شنو انتهى هذا الكلام؟ هذا الكلام انتهى من هذا الكلام؟ تخريجه؟ لا، هاي الصفحة ما بيها تخريج. زين، بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله من أين زعمت أن الشيعة خالفت؟ هذا كلام طويل عريض كذا كذا إلى آخر كلامه. هسه هذا آخر كلامه، وين التخريج؟ لا يوجد تخريج. هذه إحدى المخالفات التي توجد في كتاب أرسل الزوجة من العقار للشيخ اليعقوبي. البعض يلح، لازم تطلعنا، تفضل، هذا لكم إحدى المخالفات.